الآن ينضم إلينا من رام الله دكتور إسحاق صدر وزير الاتصالات الفلسطيني، أهلا بك. أهلا بك بالتأكيد سعادة أو معالي الوزير الدكتور إسحاق، وأبدأ معك من بالتأكيد قطع إسرائيل لكل شيء عن قطاع غزة، قطعت الكهرباء، قطعت المياه، قطعت وسائل العيش، قطعت أسلوب العلاج، أبسط مقومات العلاج في المشافي الفلسطينية، وبالطبع أيضا قطعت الاتصالات. ما حجم الخسائر التي حدثت في قطاع الاتصالات بكافة أرجائه الإنسانية وغير الإنسانية والمالية أيضا في داخل القطاع؟ أشكركم بداية على استضافتي، ويعني حجم الخسائر وحجم الدمار الذي لحق في شبكة الاتصالات في قطاع غزة يفوق 65%، وهذا ناهيك عن قيام الاحتلال الإسرائيلي باقتراب جرائم ضد الإنسانية بقطع الاتصالات لمدة 3 مرات في أثناء هذه الحرب. أيضا يعني هناك جزء من الضرر هو بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فنحن ننتظر أن يعني تقف آلة الدمار التي يعني أخذت الغطاء الدولي كما تحدثتم في المقابلة السابقة، ولنستطيع أن نحصر ما يتم. الغريب في الموضوع ليس فقط ما تقوم به آلة الحرب وآلة الدمار على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، الغريب في الأمر أنه أيضا يمنعون أي جهة دولية، مؤسسات أو شركات أو دول، بتقديم أي نوع من المساعدة كانت بالاتصالات أو بغيرها. يعني ما نراه هو يعني تشريع جديد يدعونا إلى الطلب من جميع أنحاء العالم إعادة تعريف كل المفاهيم التي أشبعونا فيها على مر السنين. يعني نظروا علينا بالأخلاق والقوانين والأنظمة، ولكن اليوم كل ذلك تكشف بشكل بشع. نرى هذه الدول على يعني على طبيعتها التي هي يعني تمارس هذا ما تمارس هذا اليوم. نعم سعادة الوزير، أجدد طبعا الترحيب بك من جديد، لكن كيف تسير العمليات اللوجستية وسط هذه الكوارث الإنسانية المتلاحقة يوميا؟ كيف يتم التعاطي والتعامل معها؟ نحن بصدد ربما المئات من المصابين والجرحى كل يوم، كيف يتم ربما التواصل لسيارات الإسعاف أو الاستغاثات التي تأتي للجهات المعنية؟ كيف يتم التعامل مع هذا الوضع؟ يعني بداية يعني بالعامية، أنت وحظك، إذا أنت موجود في منطقة، خلينا أحكي أنا بجانب الاتصالات، إذا أنت في منطقة الاتصالات متوفرة فيها أنت بتستطيع طلب الإغاثة والاستغاثة، ولكن أنت في منطقة يعني إما مدمرة الأبراج والهوائيات والأقسام والمقاسم الأرضية فلا يعني وسيله للاتصالات. هذا شهدناه في الساعات والايام اللي قطعوا فيها الاتصال، لم يكن هناك اي امكانيه لطلب الاستغاثه، لم يكن هناك اي امكانيه لتنسيق العمل الاغاثي حتى مع المؤسسات الدوليه، حتى مع يعني الجهات التي من المحرم التعرض لها في اثناء الحروب. راينا يعني رأينا تعدي على كل ما هو يعني كان منتشر في العالم في أثناء الحروب من يعني من يعني من الأمور الممنوع تخطيها، تخطوا كل خطوط الحمر. فأنا من هون كمان مرة بقول يعني يجب أن نعيد تعريف جميع المفاهيم التي يعني يتحدث فيها العالم. كل الأخلاق اللي يعني كنا نسمع فيها يجب إعادة تعريفها، لأنه اليوم ما نراه على الأرض مغاير لكل ما يعني كتب وقرأ وذكر في كل الشرائع والقوانين الناطقة. صحيح معالي الوزير، وأيضا الخسائر البشرية هي أهم بكثير من الخسائر المادية التي من الممكن أن تحدث من انقطاع الاتصالات. الخسائر البشرية أبسط مقومات الحياة البشرية أو أبسط وسائل الحياة،
الإنسانية أن يتم الاتصال بالإسعاف من أجل أن تسعف شخصاً تم قصف منزله بالتأكيد. لكن دعني أذهب إلى أمر آخر، الاتصالات في قطاع غزة نلاحظ أنها تنقطع ثم ما تلبث أن تعود مرة أخرى وإن كان العودة جزئياً. هل هذا الأمر يشير إلى أن هناك عمال للصيانة، فنيين للصيانة يقومون بأدوارهم، أم كيف يحدث الأمر؟ يعني لا يزال كوادر شركات الاتصالات تخاطر بحياتها يعني ضمان ما عمل ما بقي يعمل. يعني هناك يعني فقدنا أحد الشهداء، هو كان يقوم بتعبئة الوقود لمولدات الكهرباء التي يعني تغذي هوائيات والمقاسم لشبكات الاتصالات واستشهد، ولا يزال هذول يعني يقوم بعملهم. ولكن البنية التي يعني بقيت بدون دمار يعني تقريبا 35% من الشبكة السابقة، ونرى ذلك يعني في أماكن لا يوجد أي وسيلة للاتصال ولا سيما في شمال قطاع غزة. هذا ناهيك عن أنه كميات الوقود شبه نفذت يعني كانت مخزنة خدمة قطاع الاتصالات. بالإشارة لما ذكرته، يعني خلينا أحكي لك بالعامية، راح نعمرها أي بلدنا وراح نعمرها. كل الدمار المادي لا يسوى قطر الدم تسقط من طفل مهما كان يعني هذا الطفل صغير. هاي يعني واحدة من الأمور اللي إحنا نشهدها ونشوف كيف شعبنا متمسك في أرضه. لن يرحل أي شخص ولا هناك أي نية لدينا لترك أرضنا. هذه بلدنا وأرضنا، ورح نبنيها ونعمرها إن شاء الله وبدون احتلال بإذن الله. نعم سيادة الوزير، طبعا بالتأكيد حياة أي طفل في فلسطين هي أغلى بكثير، لكن لو نتحدث عن الشق المادي، أنت تقول أنه ربما النسبة الأكبر من البنية التحتية هي ما تم تدميرها. إذا كم تقدرون هذه البنية التحتية، كم تكلفة إعادة ربما إعمار هذه البنية التحتية المدمرة حتى الآن؟ يعني احنا في طور يعني تقدير ما طلبتي. يعني احنا حاليا عمال طواقم الوزاره، الشركات، الفرق الفنيه تقوم بتقييم ما يمكن الاطلاع عليه من الدمار. ويعني حاليا هذا يعني من الصعب ان نتحدث عن يعني قيام فرق فنيه بالتجوال على يعني على هذه البنية التحتية، ولكن يعني إن شاء الله تنتهي هذه الحرب، وإحنا يعني كمان مرة بنضم صوتنا للأصوات اللي كانت في المقابلة السابقة إنه وقف إطلاق النار فوري وفتح المجال والسبل للمواد الإغاثية للوصول إلى قطاع غزة بما فيها الوقود والأدوية والطواقم الطبية.